مشاهدينا ومعنا عبر الهاتف من عمان رئيس غرفة تجارة عمان السيد خليل الحاج توفيق. أهلا بك سيد خليل. سيد خليل، يعني تأثير دخول المرحلة الثالثة يعني من فتح القطاعات على المحال التجارية وأيضا أصحاب المواد الغذائية. شكرا. يعني يمكن أبرز حدث واحد يشرح السير هو عودة المدارس وجاهيا للتعليم الوجاهي، وهذا يعني يفترض المفروض أن ينعش عدة قطاعات، خاصة قطاع القرطاسية اللي بيعاني من تبعات التعليم عن بعد، وأيضا قطاع الألبسة والأحذية، وأيضا يستفيد قطاع المخابز والمواد الغذائية بعض الشيء من خلال السندويشات أو المقاصد المدرسية. لكن للأسف خلال رصدنا للأسواق أيام القليل الماضي واليوم، الحركة الشرائية ما زالت ضعيفة، لأنه لسببين. أصلا إحنا نواجه الآن في شهر 8 ضعف في القدرة الشرائية بسبب تبعات العيد والصيف وغيره، أيضا عدم الثقة لدى الكثير من الأهالي في موضوع استمرار، وهذا في دور على الحكومة بإقناع الناس وبث الثقة أنه لن تعود عن قرار فتح المدارس كما حصل في المرة الماضية. أيضا عندنا بوحة 9 إلغاء الحظر الجزئي أخي حسين، وهذا يفيد قطاع المقاهي المطاعم خلق الشعبية، وقد يستفيد منه أيضا قطاع التكاسي أو محطات الوقود، لأنه بتعرف ما زلنا بالصيف وهناك ناس كانت يعني تقضي وقت متأخر خارج المنزل. أيضا عندنا موضوع إطلاق الأفراح 1/9، راح يرتفع العدد المسموح فيه إلى 200 شخص بدل 100 شخص، وهذا أيضا جزء يخفف الخسائر ويقلل يعني نوعا ما من الظلم اللي حق هذا القطاع من خلال التشديد عليه وعدم التشديد على المزارع غير قانونية، وبتعرف كيف كان البروتوكولات. وهنا يجب أن اسمح لي حسن تعرف على موضوع الأوامر الدفاع والبروتوكولات. أعتقد اليوم جاء الوقت لإعادة النظر وإلغاء الكثير من هذه أوامر الدفاع اللي فعلا أصبحت وعية لنا في القطاع التجاري والخدمي، ويعني كما يقولون يعني تزيد الطين بلة. يعني اليوم القطاع التجاري والخدمي يعاني، وهذه التسهيلات إنجاز التعبير وإن كانت متأخرة، موضوع فتح القطاعات والأحوال الجزء تأخر، لكن وجود بروتوكولات لم نتشاور فيها مع الحكومة وشروط مشددة ومبالغ فيها ما زالت تحد من نوع ما من أن نقول تعافي. من يقول تعافي هذا شخص لا يعرف ما بيجري في الأسواق. اليوم نحن نعاني كثيرا في قطاع التجارة الخدمية، نعاني تهميش حكومي أصلا من الاجتماع. فأتمنى اليوم قطاع المؤتمرات والمعارض بحاجة لدعم ورعاية، لأن هناك سياحة المعارض والمؤتمرات كما في تركيا هذا قطاع منكوب على الحكومة. لكن سيد خليل، يعني هل تواصلتم أنتم في الحكومة يعني نظرا لهذه يعني ما تحدثت عنه، هل هناك تواصل مع الحكومة للنظر فيما هناك؟ هناك بعض التواصل مع بعض المسؤولين، لكن التواصل شيء والاهتمام واتخاذ إجراءات شيء آخر. الحكومة للأسف لا تهتم غير في قطاع واحد، تجتمع مع بعض المسؤولين ليس جميعهم، لكن على أرض الواقع قطاع التجارة والخدمات مهمش إلى درجة كبيرة. من طلع على خطط الحكومة وقراراتها، إما قرار خجول. لذلك إذا كنا نتطلع إلى مصلحة عامة واقتصاد الوطن يتعافى، لا يجوز أن يتم تهميش قطاع حساب قطاع آخر. الكل في مركب واحد. اقتصاد الوطن يتكون من صناعة وتجارة وزراعة وخدمات. قطاعات اليوم ما زالت متضررة ضرر كبير. هذه الإجراءات الخجولة لن تعمل على عودة القطاعات إلى عافيتها. لكن سيد خليل، يعني أنتم برأيكم يعني مع بعد يوم تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لإعادة فتح القطاعات، أنتم برأيكم حجم هذا التأثير عليكم وأيضا على باقي القطاعات والزيادة أيضا في المبيعات المتوقعة من هذا القرار؟ حكيت لك قطاع موضوع المدارس أكيد راح يرفع مبيعات القرطاسية، لكن أنتم توقعاتكم؟ أخي حسين، إحنا نرصد الأسواق يوميا. اليوم التوقعات مربوطة مفروض تكون بالقطاع الشرائية. نحن عندما نشاهد تراجع في مبيعات المواد الغذائية وصلت 40% بعد العيد الأضحى، هذا مؤشر يجب أن الحكومة يعني تعلق الجرس وتدرس ما الذي يحدث مع قدرة شرائية المواطن. اليوم إحنا قرارات أكيد أفضل من لا شيء، لكن التفاؤل بيكون مبني على أرقام ومعلومات وبيانات دقيقة وليس عواطف. اليوم لازم نعترف إنه في سيولة بين إيدين الناس بين إيدين التجار. لذلك تمديد ساعات الدوام والناس ما معها مصاري هذا لا يفيد. لذلك هي يعني بحاجه لحزنه جريئه من القرارات، وندت على طاوله واحده يكون المصلحه العامه هي الاساس، ونتخذ قرارات. ممكن يكون في حركه شرائيه اليوم الشهر القادم اللي بعديه، لكن بدون ان يكون في ضخ سيوله بين ايدين الناس
ونشخص حالتنا ونعترف في الواقع، لأن اليوم المغتربين غادروا إلى بلادهم كان لهم أثر إيجابي على قطاع السياحة والخدمات والسيارة السياحية، اليوم غادروا لاحظنا فجأة مباشرة تأثير مغادرتنا الأردن على الأسواق. لذلك اليوم موضوع الاقتصاد والوظائف والحفاظ عليها لا يكون بأسلوب الفزعة والتنظير. احنا بحاجة اليوم أخي حسين إلى الجلوس على طاولة واحدة واتخاذ قرارات جريئة يعني قد تنقذ ما يمكن إنقاذه. طب سيد خليل، يعني برأيك أنت أيضا وتأثير هذا القرار، يعني تنفيذ المرحلة الثالثة أيضا على من فقدوا وظائفهم يعني في القطاعات المختلفة التي ستفتح؟ يعني خلينا نحكي قطاع المؤتمرات والمعارض سيعيد تشغيل جزء وليس كل من فقد، لأنه كان يعتمد على عمال اليوم يا أخي حسين كونها مربوطة في المناسبات وعدد الأشخاص. يعني سنيف حكيت هذا القطاع مهم جدا لتشغيل الشباب وجذب السياحة ورجال أعمال العرب والأجانب والاستثمار. قطاع الأكيد لما تحكي إلغاء الحظر الجزئي في مطاعم الدام 24 ساعة رح تصير، في مقاهي، هذا بشغل شباب خاصة من طلاب الجامعات أو يعني على صيغة الشكل الميومي بجيد دخلهم. باقي القطاعات اليوم في وضع لا تقصد عليه، إحنا نتمنى نكون متفائلين، لكن الأرقام اللي عندنا بوزارة عمان بتشكل 80% من حجم اقتصاد المملكة، يعني بصراحة يعني لا تجعل الشخص الآن هذا المرحلة متفائل، لأنه لن يصاحبها إجراءات واهتمام حكومي رسمي في إنقاذ هذه القطاعات. كلما تتحدث مع مسؤول العنوان الأبرز موضوع استدامة وتقدم الضمان، طب باقي الوزراء باقي الحكومة أين هي من إجراءات إنقاذ الاقتصاد الوطني والقطاعات المتضررة؟ طب برأيكم أنتم أين يعني أين المشكلة؟ المشكلة عند الحكومة، لأن هي الحكومة هي الجهة التنفيذية وصاحبة القرار. نحن نقدم مقترحات، نقدم وجعنا كقطاع دافع للضرائب وأكبر مشغل للشباب وأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. إن استمعنا، لأن الحكومة تستمع إلى وعود وفقط، قطاعات أخرى لها الحظوة أو المثيل الأكبر لدى الاهتمام الرسمي. احنا لو جهة تنفيذية تستطيع ان تنوم علينا اخي حسين، لكن احنا في القطاع الخدمي ننافس تحت القانون، ندفع ضرائب، نشغل الشباب، هذا واجبنا. لكن من تضرر اكثر في الجائحة؟ ارجع لارشيف القرارات الحكومية واوامر الدفاع والاغلاقات، كلها كانت قطاع التجارة والخدمات. طيب هذا اكبر قطاع مساهم بنادي ب 56% من الناتج المحلي الاجمالي، ماذا قدمت الحكومة لهذا القطاع حتى يبقى على يعني على قيد الحياة وهو يعني افضل مورد للخزينه؟ فانا استغرب انه انت اليوم يكون عندك شخص او زبون مورد لك ايرادات تتخلى عنه. فكل ما كنا نطلبه انه يكون فيه اجراءات انه يبقى على قيد الحياه. اليوم الشركات اللي اغلقت الالاف وافلس اصحابها اصبحوا متعثرين، من سال عنهم؟ ولا حدا سال عنهم. هذول ولاد بلد. شكرا. نعم. إذا كنت معنا عبر الهاتف من عمان رئيس غرفه تجاره عمان السيد خليل الحاج توفيق، شكرا جزيلا لك.